تخرق الطائرات المسيرة حصون النظام السوري الأمنية مستهدفة إحداثيات الكلية الحربية بمحافظة حمص وسط سوريا. حفل تقليدي سنوي لتخريج ضباط جدد تحتضنه الكلية كل عام تحول إلى مأتم راح ضحيته عشرات القتلى والجرحى في إحصائيات أولية بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع. بيان لجيش النظام قال إن التنظيمات الإرهابية المدعومة من أطراف دولية معروفة نفذت الهجوم عبر مسيرات تحمل ذخائر متفجرة بعد انتهاء الحفل. وكالة رويترز عن مصدر أمني سوري قالت إن وزير الدفاع علي عباس كان من ضمن الحضور لكنه غادر قبل دقائق فقط من وقوع الهجوم. وفي وقت لم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم على الأكاديمية العسكرية إلا أن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة قال إن الأمين العام يشعر بقلق بالغ إزاء الهجوم بالطائرات المسيرة على الأكاديمية والقصف الانتقامي من قبل قوات النظام على مناطق المعارضة، حيث وثق فريق الخوذ البيضاء لحظات استهداف قوات النظام بقصف صاروخي ريفي إدلب وحلب ومقتل 5 مدنيين على الأقل وعشرات الجرحى. لكن استهداف الكلية الحربية في هذا التوقيت من خلال مسيرات تحمل ذخائر متفجرة وفي حمص التي يقول النظام إنه استعاد السيطرة عليها منذ عام 2014 لا شك أنها ضربة تزعزع صورة النظام أمام ما تبقى من حاضنته، فضلا عن أن بابا من التساؤلات والتكهنات يفتح حول الرسالة التي أرادها منفذو هذا الهجوم.